يبقى يوم السبت الأسود مخلداً في أعماق ذاكرة الليبيين، فلا ينسى سكان المدينة سماع صوت الدبابات لأول مرة داخل بنغازي، والتي أيضاً كانت أصوات الصراخ وهول الخوف تكتم أنفاس المدينة. ولا ينسى البعض دموع الكثير من الأمهات اللواتي شاهدن أبنائهن يركضون نحو صوت الموت بشجاعة وبسالة، وهم يفتقرون إلى التدريب والمهارة في مواجهة الحروب. فبعد أن تمكن سكان المدينة منذ بداية الأيام الأولى من ثورة فبراير من التحرر من قبضة نظام الحكم السابق وطرد فلوله خارج بنغازي وكل مدن شرق ليبيا، وتمكن الأهالي من استنشاق هواء الحرية لأول مرة، حتى شن القذافي كامل غضبه على المدينة للانتقام منها ومن سكانها ومحاولته لإجهاض الثورة. فقد قام بإرسال قوات مجهزة بالعتاد الثقيل يوم السبت الموافق 19 من مارس، وبدأت هجومها بحصار وقصف المدينة. واستخدمت هذه القوات المدفعيات الثقيلة والدبابات وكل ما يخطر في البال من أسلحة ثقيلة وفتاكة. فقد سمع أهالي مدينة بنغازي صوت أول انفجار في الساعة 5 فجراً، تلته عدة انفجارات كانت تهتز لها البيوت ويتحطم على إثرها زجاج المنازل، واستمرت أصوات الانفجارات حتى طلوع الضوء، حينها بدأ المواطنين رؤية طائرات القذافي تطير على ارتفاع عالي وتقصف منطقة بوعطني. وهنا ازداد خوف المواطنين، فهم سيواجهون القتل المؤكد إذا استعاد القذافي السيطرة على شرق ليبيا. وفي نفس الصباح وصلت أرتال القذافي إلى مدينة بنغازي برتل طوله تعدى 60 كيلومترا، وهم يحتفلون بإطلاق النار والتقاط الصور، ودخلوا من بوابة بنغازي الغربية وتحديداً منطقة غريونس. ولكن لحظات قليلة وأحلقت طائرات نسور الجو وحماة بنغازي في سماء المدينة، واستجاب طيارون بواسل لنداء الأهالي العزل، منهم فخر الصلابي وحسين الورفلي ومحمد مبارك العقيلي والمهدي السمين الذين هاجموا قوات النظام السابق ونفذوا غارات جوية أدت إلى إصابة جانب من الرتل. واستمرت الاشتباكات بين رتل النظام السابق وشباب ورجال المدينة 4 ساعات فقط، وهو ما كان كفيلاً بجعلهم يتراجعون خارج بنغازي مسافة 50 متراً. وبعد 13 ساعة قام حلف الناتو بشن أول ضربة وتولى باقي مهمة تدمير الرتل الغاشم. إلا أن هذه الاشتباكات خلفت 96 شهيداً تلقوا الضربة الأولى وهم يدافعون عن تراب البلاد. أدهشتنا شجاعتهم وهم لا يملكون ربع ما ملكته القوات الغاشمة. انطلقوا بأقدامهم صوب تخليص بنغازي دون تردد من حكم استبدادي، فالتاريخ سوف يكتب دائماً عن مدينة استثنائية تمكنت بعزيمة وإصرار أهاليها من دحر نظام لم يستجب لنداء شعبه حين طالب بالتغيير والإصلاح، بل سخر كل وسائل القمع والقهر لدحره ولسان حاله الكرسي ولو في جهنم. لقناة ليبيا الحدث، روان العبيدي.